كرمال نجرب ال اس دي الكهربائي اللي هون، حوقف السياره على زاويه معينه، خلي تاير واحد من التواير الخلفيه بالهواء والتاير الثاني على الارض. حياكم حبيبي مستر مواتر. تاريخ تصوير هاي الحلقه هو 1/1/2021، فكل عام وانتم بخير. شايفيني واضح ولا مش واضح؟ السياره شوي عاليه. من فتره صورت لكم التاهو Z71 اللي هو الاصدار تاع الاوفرود من التاهو. اليوم عم صور لكم شقيقتها للجي ام سي يوكون. هاي ايضا هي اصدار الاوفرود والمعروفه باسم الـ 84. فبحلقة اليوم بدي اشوف هل هذا مجرد شعار جي ام سي والسياره فعلا تاهو، ام هل في فروقات ما بين اليوكون والتاهو. نبدا من الامام. زي ما بتعرفوا اليوكون هو الاصدار المغلق من الجي ام سي سيارا، ولكن حطوا شويه مجهود وخلوا المقدمه هون مختلفه عن السيارا. ايضا بما انه هاي اصدار ال 84 يعني الاصدار تاع الاوفرود، حتلاحظ من الاسفل تفاصيل معموله لتلائم استخدام الاوفرود. الاصدارات العاديه حتحسهم لكجري اكثر وفيهم كرومات وفيهم تفاصيل افخم من ال 84، ولكن هاي مجهزه من الاوفرود. وكنت اتمنى لو انهم سووا نفس الحركه بالخلف. بالخلف ما سووا شيء ليميزها انها اوفرود. انتم ملاحظين شو صار بالخلف؟ راحت الشمس، صار كله ضباب وبرد والله. ف ان شاء الله الطقس يحترم حاله وما تمطر. ايضا بالشكل الجانبي هذا الجيل من اليوكون اطول من الجيل السابق بحوالي 6 انش. حتلاحظ هذا الشيء بجانب السياره، وهذا حيضيف مساحات اضافيه بالصف الثاني والثالث من المقاعد. شيء آخر حيضيف مساحات إضافية هو نظام التعليق الخلفي. حتشوف من هاي الزاوية أن نظام التعليق مستقل، اليمين واليسار منفصلين عن بعض. سابقاً كان ستريت أكسل مفصولين مع بعض بخط مستقيم. هلأ واحد من المتابعين علق على فيديو التاهو قال لي أنه المساعدات هون كثير واطيين وقراب من الأرض. إذا تطلع من هاي الزاوية صحيح معك حق، قراب من الأرض. كقيادة بالصحراء وبالرمل ما عندك مشاكل، لأنه حتى لو المساعد ضرب بالرمل السيارة بتكمل وبتدل ماشية. ولكن إذا سوقتها بطريق مثلا جبلية أو صخرية، هاي المساعدات الله يساعدها ممكن تضرب بالصخر. خلونا نشوف المساحات الداخلية قديش فعلا تحسنت. المقاعد الوسطية حاليا أنا مرجعهم على الآخر، هذا هو الماكسيموم. طبعا المساحات تتكلم عن نفسها، بس بدي اختبر الصف الثالث. نرفع هذا الزر مرة ثانية بإيد واحدة، يعني الحركة كلها. لاحظ بجلس أنا بالمكان الثالث هون ولسه عندي مساحة رجلين، مع أنه هذا راجع على الآخر. فتحسنت المساحات بشكل كبير، ومساحة الرأس كمان ما عليها كلام. المساحة بالداخل إذا بتنيم الكراسي كلها حتتمكن أنك تنام في داخلها. إذا بدكم تشوفوا هذا الشيء سويته بحلقة التاهو. وأكيد الخطين من الكراسي فيك تنزلهم بشكل كهربائي من الأزرار بالصندوق الخلفي. بعرف ذكرت التاهو كثير، طيب شو الفروقات باليوكون عن التاهو؟ أولاً بالـ 84 هذا الدرج ما كان موجود على التاهو Z71. طبعاً بتسكر على الكهرباء لما تسكر السيارة، لما تفتح الباب دغري بيفتح. الفرق الآخر اللي شفته أيضاً باليوكون عن التاهو هو شعار جي ام سي بهذا المكان اللي جاي نوعا ما محفور جوا هذا البانل. فالفندر هذا بالكامل مختلف عن الفندر تاع التاهو. اكيد الاناره بالامام وبالخلف مختلفه، وبتشوف ال اي دي كيف بيشتغل على شكل قوس، فالاناره الاماميه شكلها افخم، وفي الاناره الخلفيه كمان نفس القصه وتصميم مشابه. بس الفروقات الاساسيه حتكون في المكان الداخلي. المواد المستخدمة شوي أفخم وفيها تفاصيل وستيتشنج وبايبينج وخطوط، يعني مفصلين الأشياء أكثر. وأكيد الشعارات الداخلية والشعار اللي على عجلة القيادة. أيضا أشياء أخرى مثل التكييف والأزرار والتحكم حتلاقيهم إنهم بالكرومات، فبتحس إنه باقة شوي أعلى من باقة التاهو. بس غير هالأشياء الداخلية بتحسها نسخة طبقة الأصل عن التاهو. ما تفهموني غلط، التاهو كان رائع ومواصفاته رائعة. الشاشة اللي هون جدا ذكية، استخدامها جدا سهل وسريع. الكاميرات اللي فيها نقاوتها كثير عالية، 360 عندك صورة من فوق
بتغير الزوايا على كيفك، يعني عندك زوايا وكاميرات من كل مكان، وعندك كمان المخبأ السري اللي موجود هون. نصيحة، لا تخزن فيه شيء، لأنه أي شخص حيطلع معك حيكون عنده فضول أنه يفتحه ويعرف شو في بداخله. أنا لما شفته أول مرة ذكرني بهاي الساعة اللي فيها عصفور بيفتح الباب بيخرج بصفر وبيرجع. بالوسط هون مكان تخزين كبير وفي بداخله ثلاجة، مش بس فيك تبرد فيه أشياء، فيك أيضا تجمد فيه أشياء. جربنا هذا الشيء بتحدي الآيس كريم بحلقة التاهو. بس اللي عم يبحث على فخامة أكثر وبده فعلا يتميز بالجي أم سي عن التاهو لازم يروح لفئة الدنالي. الدنالي حتكون دخليتها لاي اوت مختلف، وطريقة الأزرار والأشياء اللي فيها مختلفة عن اليوكون والتاهو. خلونا هلا أعطيكم بعض الأشياء الغير تقليدية باليوكون 84. أولا لاحظت أنا وجالس بالسيارة، حاليا السيارة شغالة، اسمع شغال السيارة، فيني أقفلها وأنا جالس فيها. إذا كبست على الزر شوف قفلتها، حتى المرايات سكرت. فرضا أنا قررت هلا أمشي فيها، بحطها على الدرايف، بمشي وبتم المرايات مسكرة. ما بعرف ليش هيك، بس شيء غريب. وبس تعملها أنلوك حتفتح المرايات. ثاني شيء وهذا شفناه بالتاهو أيضا هو مكان الشاحن اللاسلكي ضخم، يعني شوف فيك تحط فيه آيباد مش فقط تليفون. المميز فيه إنه عندك تحت هذا المكان منفذ هواء وتبريد للشاحن اللاسلكي، عشان لما تليفونك يكون عم بيشحن ما يحر وتتم حرارته باردة. نال إعجابي كمان فيها لليوكون هو الشاشة. لما تطفي السيارة وتفتحها هتلاحظ شعار جي أم سي وحواليه كونستركشن، حواليه خطوط وأشياء غريبة، فهاي الرسمة جيدة. أيضا غريب وغير تقليدي هو بالشاشة عند السائق عندك فيها معلومات مثلا عن البريكس وحالتهم وقديش باقي فيهم، عن فلتر الهواء قديش باقي فيه وقديش عمره. بس الغريب ضغط الهواء حتشوف انه فئة السيارة المرسومة مختلف عن الفئة اللي انا فيها، مش موجود عليها سقف بانوراما، والاكزوستات الخلفية ظاهرة على اليمين وعلى اليسار. غير تقليدي بالخارج هو شيء لاحظته بالصندوق الخلفي، حتشوف انه الارمز اللي هون اللي بتفتحه عليها كمية تحذيرات. شوف مثلا لا تفكها، اوكي شيء منطقي لا تفكها، لا تحرقها، ها نص نص، لا تدخل فيها مسمار. مش فاهم، في ناس بتحب تدخل مسامير بهذا المكان. وبالاسفل مثلث وكأنه في بداخله شروق شمس، فشو معنات هذا الشعار ما عندي فكرة ابدا. واذا بدك تفهم فيك تطلع دليل المستخدم من داخل سيارة شكلها زي لادا. غير تقليدي ايضا السيارة فيها خدمة دراي كلين. شو يعني؟ إذا بفتح غطى المحرك حتلاقي سلة غسيل هون بحجم كبير. فرضا أنا خلصت تصوير وهذا الجاكيت عرقان ومبلل وكله مي وبدي أنشفه، بحطه داخل هاي السلة. طبعا حيمرق منه الهواء، وبس تمشي السيارة الهواء اللي حيدخل من هذا الشبك الضخم حيمر على ملابسك وحينشف لك إياهم. أيضا نقطة يمكن ما تلاحظها من أول مرة، صح أنه في سكيد بليت حديد ولكن الجزء الأمامي منه بلاستيك، هذا المكان بلاستيك، والحديد أو المعدن موجود هون في الداخل لحماية الجزء السفلي من السيارة. يلا نجرب قيادة الجي أم سي يوكون. طبعا الجير زي ما شفته أكبر اختلاف فيها هو الجير، سابقا كان هون هلأ صار أزرار. هلأ كاستخدام يعني جربته على التاهو وجربته هلأ على اليوكون، صراحة ما عندي مشاكل فيه. الصعوبة الوحيدة بهذا الجير هو استخدام الزائد والناقص، بتحس حالك يعني تلعب على الكيبورد أو على بيانو أو على شيء غريب يعني. هلأ من أهم التغييرات اللي صارت عليه لليوكون 84 وعلى التاهو Z71 هو نظام التعليق. زي ما قلنا صار بالخلف منفصل، والشيء الإضافي على الـ 84 والـ Z71 هو نظام التعليق الهوائي الاير رايد. فعلا مع هاي الكومبينيشن الراحة ارتفعت بشكل كثير كبير، سواء على الخط سواء بالصحراء على الرمل، شو ما كانت التضاريس اللي عم بتسوق عليها راحت السيارة. يعني عن جد من اريح السيارات الاوفرود اللي جربتها. فما بعرف كم حيعيش، كم حيضاين معك، لو خرب شو صلاحه، غالي مش غالي، فهاي النقاط تبين مع الوقت. يعني المحرك نفسه من الجيل السابق 8 اسطوانات 5.3
قوة المحرك 355 حصان، والعزم فيها حوالي 380 باوند فوت من عزم الدوران. قوة المحرك أنا بشوفها كافية سواء على الخطوط على الشارع أو بالأفرود، بس اللي بده قوة إضافية طبعا موجود الدينالي. فئة الدينالي حيكون محركها 6.2 بقوة 430 حصان. ناقل السرعات اللي عليها هو نفسه مستعار مع فورد، بتشوفه على الرابتر، على الكامارو، على الماستانج، بتشوفه على الأفييتر، كثير سيارات بيستخدموا هذا ناقل السرعات. 10 غيارات طبعا زايدين فيه الغيارات كمان الاقتصاد. طيب النقطة الأهم، شو هي فروقات اليوكون عن التاهو اللي جربته؟ غير الشكليات اللي في الخارج والسايد ستيب وهالأشياء، في الداخل التصميم الداخلي، بس كمواصفات لاحظت انه في هون هيدز اب ديسبلاي اللي هي الشاشة الأمامية، وهذا الهيدز اب ديسبلاي نقطة عجبتني فيه أثناء القيادة على الشارع، انه بيعطيك السبيد ليميت، يعني بيعطيك سرعة الشارع وبفرجيك قديش انت ماشي أسرع أو أبطأ من الشارع، فهي ميزة جميلة. ميكانيكيا الفرق الوحيد بين اليوكون والتاهو هو الديفرنشال الخلفي. بالتاهو عندك شيء اسمه ميكانيكال ال اس دي، وهون عندك اياه الكتريكال ال اس دي. هلا ال اس دي يعني مانع انزلاق وممكن يعطي قوه مثلا لليمين ويفصل قوه عن اليسار، شبيه بوظيفه الديفرنشال العادي اللي هو الديف لوك، بس مش بنفس الفعاليه. كرمال نجرب ال اس دي الكهربائي اللي هون، حوقف السياره على زاويه معينه، خلي تاير واحد من التواير الخلفيه بالهواء والتاير الثاني على الارض، وخلينا نشوف هل حتتمكن اليوكون تعطي قوه للتاير اللي على الارض، ولا هل حتروح القوه كلها للتاير اللي بالهواء. هلا انا شو رايي فيهم لليوكون والتاهو بشكل عام؟ بصراحه بحس انه في كثير فئات، يعني يمكن التاهو عندك منها 5 فئات واليوكون عندك منها 3 فئات، فما في داعي لكل هالفئات. يعني فئه الاوف رود الزد 71 وال84 يوحدوهم يعملوا فئه واحده. اختلاف السعر ما بين اليوكون 84 والتاهو زد 71 تقريبا 6-7000 دولار، يعني فهل فرق السعر بينهم مبرر على الاختلافات اللي ذكرناهم بالفيديو؟ ما بعرف، انت احكم. بس إذا بتنسى التاهو شوي وبتحكم على الجي ام سي يوكون كسيارة، أنا بشوفها رائعة، نظام التعليق رائع، راحتها كثير مريحة، أقوى نقطة فيها هي الراحة، المحرك ما عليه كلام، مساحات كثير كبيرة، أكبر من الجيل السابق، كتصميم عندها ظهور قوي على الشارع، منظرها من الأمام والخلف جميل، وإذا حابين تشوفوا أدائها أكثر بالصحراء، هلا والله شباب، وإذا حابين تشوفوا أدائها أكثر بالصحراء، شوفوا فيديو التاهو، صورت لكم التحديات فيه بشكل تفصيلي. خبروني تحت بالكومنت شو رأيكم، بشوفكم بالحلقة الجاي ومع السلامة.